بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ده تاني لايف على التوالي، حبيت ان انا اعمل لكم لايف برضو عشان ناس كتير برضو كلمتنا على الموضوع ده. حبيت ان انا اعمل لكم لايف على جميع المنتجات بتاعتنا: حلل، تفال، استانلس، صاج، قلب جرانيت، ايه تاني يا ربي، سيراميك، استانلس، كله هنعمل عليه لايف وهنبدا معاكم واحده واحده ونعرفكم كل حاجه بالتفصيل بالانواع والخامات. وبرضه هنعمل لكم لايف لوحده للجرانيت النيو فلام عشان ده كميه طلب كبيره، فحبيت ان انا هعمل لكم لايف بعد ده على طول باذن الله عن اللايف النيو فلام، عن سوري الجرانيت النيو فلام، الطقم والفرداني الوارد السعوديه. طبعا احنا الحمد لله الوكيل الحصري داخل دمياط للنيو فلام الفرداني والطقم الوارد السعودي. وهنبدا معاكم دلوقتي بالتيفال. عندنا نوعين في التيفال او ثلاث انواع كمان وكلهم احلى من بعض. عندنا طبعا الطقم التيفال الارشيا الغني عن التعريف والحمد لله وبامر الله طبعا مش موجود عند حد في دومات الحمد لله. وعندنا السفلون، السفلون الرملاوي طبعا الاسم بتاعه معروف في جمهوريه مصر العربيه كلها. وعندنا التيتانيوم برضو ناس كتير برضو عارفاه جدا، بس اشهر ماركتين في التفال الارشيا والسفلون. وهنبدا نستعرض معاكم ده وهنستعرض معاكم ده. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بالتفال الارشيا. الطقم التفال الارشيا ده 18 قطعه. طبعا لسه هفتح لكم الحله دلوقتي وهوريها لكم، بس انا مطلع حله بس كده عشان الكرتونه بتاعته بسم الله ما شاء الله على كبيره وتقيله، ما قدرتش بصراحه ان انا اشتلها عشان اصورها لكم، فطلعت لكم حله منها وقلت هعرفكم المكونات بتاعته وهعرفكم كم قطعه. طقم الارشيا ده عباره عن 18 قطعه، 18 قطعه طقم اللي هو الجامبو، طقم العالمي بصراحه مكوناته كلها احسن من بعض. هنقول لكم المكونات، استنى خد لما نقول لهم المكونات الاول وبعد كده نوريهم التعليمات اللي على الكرتونه وبعد كده ايه نفرجهم. طقم احنا قلنا 18 قطعه، الطقم معاه اول حاجه ضمان 5 سنين. كلمه ضمان 5 سنين بالنسبه لاتفال ارشا اصلا دي الواحده كفايه، دي مبدئيا. ثانيا الطقم عباره عن 3 حله مقاسات مختلفه، يعني ديت حله مقاس 28، ديت في واحده اصغر منها وعلى ما اعتقد ان في واحده كمان كبيره، والورطه برضه هنفتح نوريها لكم. يعني كده احنا قلنا 3 حلل، ومعاه كمان الحله البريستو الستة لتر اللي الناس كلها بتيجي تسال عليها اصلا في الفرداني. يعني الطامرة جاي فيه حاجات مكونات اصلا يعني بسم الله ما شاء الله جميله. احنا قلنا 3 حلل وحله بريستو 6 لتر، ومعاه لبانه بالغطا، ومعاه مقلايه غويطه، وممكن تستخدم طبعا صينيه فرن عشان طبعا المقلايه لما تبقى غويطه ممكن تستخدم كده او كده، وممكن كمان تركب عليها حله، تركب عليها سوري غطا من بتوع حلل وتستخدم حله كمان، يعني ممكن تستخدمها 3 في 1، مقلاه غويطه تستخدميها صينيه في الفرن تستخدمها بحله وتحط عليها اي غطا حله من عندك. رابعا معاه مقلايه عاديه وسط، طبعا احنا قلنا في مقلاه غويطه فطبعا جايبين لك مقلاه عاديه عشان يبقى معاكي ده وده. وفي طاجن كبير قارب كبير مقاس كبير، طبعا الطقم جايب لك المقاسات كلها المعقوله اللي تنفع معاكي، مش مجرد اعداد وخلاص بتعدي، لا جايب لك مقاسات كتير جدا مميزه. وفي كمان طاجن بايركس، يعني مش مجرد الطاجن بتاعه لا ده كمان طاجن بايركس تمام. وجايبين فيه جريل دبل، ودي تقريبا عمرها ما حصلت في طقم، الطقم الوحيد اللي نازل فيه جريل دبل الارشيا الالماني الاصلي، طقم 18 قطعه يعني حاجة ولا في الخيال بأمانة. هنبدأ بقى، نبدأ خالد بعد إذنك، لا استنى ما أقول له أوريهم البيانات اللي على الكرتون الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، عندك دي المقاس أهو 28 سنتي، وعندك هنا بيستخدم زي ما تكون شايف. بسم الله الرحمن الرحيم، دي الحلة زي ما أنتم شايفين يا جماعة، الكيس بتاعها اللي مكتوب عليه كمان أرشيا أهو، مش مجرد اهو ارشيا الماني، ده يا جماعه الاصل اهو. الحمد لله عندنا كل شيء اصل، ما تفتحش او افتحه يا خالد والله العظيم ما احنا راجعين. يلا افتح يا عم نفرجهم كل حاجه جامده. انا مالك، انا حتى الكيس شكله الماني مش راضي يتقطع. هات لنا يا ابني كيس سكين على مهلك، هات لنا سكين يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، ده الغطاء اهو يا جماعه اول حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الغطاء اهو مسك كده خد بعد اذنك عشان عايز اصور لهم برضو الختم اللي مكتوب على الغطاء من كل حته. ادي اول ختم على الغطاء اهو ارشيا، وهادي تاني ختم
وادي تالت ختم، كل ده على الغطا بس. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مليين الطقم اختام الماني. ودي الحله بتاعته زي ما حضراتكم شايفين اهو، حاجه في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه. والحله سمكها ايه، شوف السمك يا جماعه، حاجه جميله زي ما حضراتكم شايفين. حله عميقه، مش مجرد حله ارتفاعها عالي، بتاخد كميه كبيره. وزي ما حضراتكم شايفين الختم اهو، طبعا التفال القرش غني عن التعريف، مش محتاج ان انا اقعد اتكلم عنه كتير. وايده طبعا منه فيه، مش ايد طبعا لحام ولا اي حاجه خالص. قلنا في ختم هنا اهو، وفي ختم لظهر الحله، الشكل المرعب بتاعه شايفين يا جماعه الشكل بتاعه، بسم الله ما شاء الله عليه. حتى هم هنا كاتبين اهو الحله مقاس 28 بساعه 7.8 لتر. في ايه تاني؟ وهنا بيتحط، جايبين لك ارشاد ان هو ممكن يتحط على بوتاجاز اللي هو بالكهرباء، وهنا بيتحط على بوتاجاز اللي هو الشعل العادي. يعني جمال البوتاجازات جايبينه لك ان هو يستخدم عليه عادي ما يتاثرش. واخد طبقات كتير طبعا اهو، جرماني اهو. الختم اللي في الكارتون، ما هو ده الختم. هو بسم الله ما شاء الله الطقم اصلا مليان اختام، مش محتاج ان انا اقعد اتكلم عليه كتير. يعني الطقم اصلا ناس كتير عارفاه بقاله زمن الزمن، وما كانش موجود الفتره اللي فاتت، واحنا الحمد لله قدرنا نوفره لكم. بس المشكله بقى عندنا في حاجه واحده، ان الطقم ده متوفر طقم واحد فقط، يعني ما قدرناش ان احنا نجيب منه كميه عشان الشغل ده قليل جدا جدا جدا. فهو طقم واحد فقط، طقم واحد فقط ده بقى يعني لصاحب النصيب، وربنا يبارك يا رب في اللي هياخده ان شاء الله. نبدا خالد بقى في اللي بعده. بسم الله، عايزين نوريهم بقى التفال السفلون. طبعا التفال السفلون كلكم عارفينه، بيبقى بالقطعه، بس هنوريكم كده قطعه منه استعراض، عشان ايه؟ اوريكم الخامه بتاعته، واوريكم الختم الاصلي، واوريكم كرتونه الاصلي، عشان طبعا في ناس كتير عندها التقليد ويتباعوا على ان هو التفال السفلون الاصلي. لا، انا هعرفكم الاصلي من التقليد. افتح لي كده يا خالد حله بعد اذنك، استنى قبل ما نفتحها. بسم الله الرحمن الرحيم. دي يا جماعه الكرتونه بتاعه الرملاوي الاصلي ده مبدئيا اهي، تريند لاين سفلون الرملاوي اهي زي ما حضراتكم شايفين. كل ده السفلون الاصلي موجود على الجنات. زي ما انتوا حضرتك شايفين اهو، كذا طبقه، طبقات كتير، والحله سمكها تخين، وحاجه الصراحه فوق ممتاز. برضو طبعا السفلون غني عن التعريف يعني، بس برضو في ناس كتير ما تعرفش. هنعرفهم كل حاجه، وهنعرف يعني هنشرح لكم كل حاجه موجوده عندنا النهارده بمعنى اصح، عشان احنا الايام اللي فاتت جالنا شكاوى كتير، وان في ناس كتير يعني بتلعب في بالاسامي والماركات. لا، احنا هنعرف كل حاجه بعد كده، عشان ما عادش حد يضحك عليه، يبقى احنا عرفناكم كل حاجه. بسم الله، دي الحله التفال السفلون الاصلي. الغطا كده خالد بعد اذنك، زي ما حضراتكم شايفينه في شبهه بالظبط، نفس الحله تبقى الاصل التقليد بتاعها. احنا هنعرفكم الاصل من التقليد في حاجتين. اول حاجه احنا، او يمكن اكتر من حاجتين كمان، احنا اول حاجه قلنا العلبه. طبعا العلبه ديت ما بتجيش الا في الاصلي. ثانيا زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهو شكل الغطاء بالايدين اهو، امسك كده خد بعد اذنك الغطاء. طبعا الورقه دي اهي، دي برده ما بتجيش غير في الاصليه، تمام. ميدان تركي سفلون، كلمه سفلون اهو لو حضراتكم واخدين بالكم منها، تمام. السمك بتاع الحله في بقى الختم بقى اللي هوريه لكم، وهو ده اكتر حاجه كنت عايز اوريه لكم من البدايه. طبعا دي القاعده بتاعته اهي، وده الختم الاصلي بتاعه. اظن الختم واضح جدا. الختم ده يا جماعه في ناس كتير قلدته، مكتوب موديل سفلون. خلي بالكم من كلمه موديل سفلون، ده اتعمل منه طقم تقليد وبيتباع في الاسواق كتير. احنا عندنا هنا الحمد لله التفال السفلون الاصلي وفرداني، مش طقم الاصلي، فرداني، عشان ما حدش يضحك عليكم ويقول لك انا عندي طقم وبسعر مش عارف. لا، السفلون فرداني الاصلي معروف، وعندنا منه الحلل
والمقالي والصواني واللبانة وجميع الرفائع بتاعته متاحة عندنا هنا الحمد لله في المعرض. كده يبقى احنا خالد صورنا نوعين في التفال صح؟ لسه عندنا تفال تيتانيوم اللي هو على مالك خالد اللي هو الطعم ده. الطعم ده نازل كده حاجة بشكل جميل جدا وحاجة فوق ممتاز. اول مرة ينزل والحمد لله برضو احنا دايما بنحب نجيب لكم الجديد والخامات الكويسة. ده طقم تيفال تيتانيوم عبارة عن 4 حلة وصينية ومقلاية. طقم بصراحة فوق الممتاز. انا بسرجولكم اهو ومقاساته كبيرة زي ما انتم شايفين يا جماعة اهو. جايبين هو 4 حلل جايبين فيه 2 تقريبا صغيرين بس مش صغيرين قوي وواحدة وسط وواحدة كبيرة عشان طبعا يبقى جايبين للجميع المقاسات اللي تنفع تستخدمها كعروسة. تنفع واحدة للفراخ واحدة للخضار واحدة للرز جميع المقاسات موجودة. دي حلة اهو بعد اذنك خد عايزين او تعالى كده امسكها هنا بعد اذنك عشان نستعرضها. وميزة كمان هو نازل يعني الشركة مميزة بحاجتين. اول حاجة الحلة اخدة سحبة من تحت وتضليعة زي ما حضراتكم شايفين. والايد المذهبة يعني احنا دلوقتي لسه هنستعرض معاكم بقية الحاجة. الطقم تقريبا الوحيد اللي نازل بايد مذهبة حاجة لسه نازلة جديدة اهو. وزي ما حضراتكم شايفين شكله من جوه هو واسع من فوق ونازل كده ايه بسحبة من تحت كده حاجة جديدة شكل لسه جديد. واخد حتى لونين احمر في من فوق كده ونازل باسود من تحت اهو. دي الايد المذهبة اهي زي ما حضراتكم شايفين. دي الحلة لسه ما نصور الختمة خالد. وده الختم اهو يا جماعة بتاع الشركة وميد ان تركي. وبرضو عليه اهو اللي هو يتحط برضو على جميع انواع البوتجاز عشان برضو ايه الناس تقعد تقول لك ده مسموح يتحط على انه بوتجاز ومش عارف ايه والكلام ده. لا احنا هنا الحمد لله بنجيب الاصل الشغل الكويس جدا والمتاح ليكي اللي تستخدميه في اي حاجة انت عاوزاه وما يتأثرش. وكمان معاه صينية ومقلاية وهنقول لكم الاسعار في العرض دلوقتي. يعني دي مثلا دي مقلاية اهي ومقلاية على فكرة يا جماعة سعرها قصدي سوري مقاسها ماهوش صغير مقاسها كبير ومميز جدا عشان برضو اكتر الطومة اللي بتنزل بتبقى مقاسات المقال صغيرة. دي المقاس بتاعها جميل جدا يعني دي مقاسها 26 زي ما حضراتكم شايفين اهو بسعة 2.2 لتر. اكرا الصينية كمان يا خالد بعد اذنك. دي الصينية برضو اهي زي ما حضراتكم شايفين برضو مقاسها كبير. مقاسها كام بسم الله الرحمن الرحيم مقاس 26 بسعة 3.3 لتر. الطعم ده احنا عاملين على عرض طبعا احنا لسه هنقول لكم اسعار العروض كلها. ده اول طعم في اسعار العرض. الطعم ده في العرض ب 1700 وكام 1700 بس ب 1700 جنيه بس. 4 حلل ومقلايه وصينيه ب 1700 جنيه بس. كده يبقى احنا استعرضنا معاكم 3 انواع التفال اللي احسن من بعض. احنا قلنا الارشيا الالماني والسافلون والتيتانيوم. دول افضل 3 انواع تفال ممكن اي حد ان هو يجيبهم. وطبعا الطقم اللي هو التيتانيوم ده بالسعر بتاعه في العرض ده في متناول الجميع. يعني ما يكون 4 حلل ومقلايه وصينيه ب 1700 جنيه يبقى انت كده اصلا يعتبر الطقم ده بالنسبه لك ببلاش. انت اصلا لما تيجي تجيب النهارده 3 حلل بالظبط هتجيبهم بال 1700 جنيه. لا الطقم ده نازل 4 حلل ومقلايه وصينيه بال 1700 جنيه اللي كنت هتجيب بيهم ال 3 حلل. بعد كده هنخش في ايه تاني يا ربي والله ما انت عارف اخش في ايه ولا في نبدا بايه يا خالد. نخش مثلا في السيراميك ماشي ده اللي لسه جاي النهارده. ده طقم سيراميك قلبه جرانيت. فين كرتونته يا خالد؟ هنصور لهم الكرتونه قبل ما نصور الطقم عشان نقول لهم المقاسات اللي على الكرتونه نوريهم الاشكال اللي بتبقى متاحه منه. احنا كنا جايبين اشكاله كلها النهارده بس ما حضراتكم شايفين انا عامل اللايف متاخر لسبب ان كان في عندنا ضغط شغل وكان عندنا منه 3 رسومات. رسمتين التانيين اتباعوا من النهارده في كذا زبون يعني شوارين الحمد لله تم البيع قبل والله ما اعمل لكم اللايف. فان شاء الله هنبقى ربنا يسهل وهعمل لكم لايف بالرسومات التانيه. بس انا قلت اعمل لكم لايف بالرسمه اللي باقيه وهوريكم الرسمتين التانيين اللي على الكرتونه اللي كانوا موجودين واتباعوا. ده عامة دي الرسمة اللي موجودة حاليا اهي زي ما حضراتكم شايفين. طقم عبارة عن 4 حلة وصينية ومقلاية عميقة ولبانة هنقول. ودي بسم الله الرحمن الرحيم دي ال3 رسومات بتوعهم. دي الرسمة الأولانية. الرسومات دي كلها كانت متاحة بس يعني
راحوا لصاحب النصيب وان شاء الله هنجيب غيرهم تاني، بس حبيت ان انا استعرضه لكم من على الكرتون عشان برضو ايه تشوفوا الاشكال كلها. ده اول شكل، ده تاني شكل، ده روز البرمادي، وده اسود، وده الموف اللي موجود حاليا واللي هنستعرضه لكم ان شاء الله. ودي المقاسات بتاعته، حبيت برضو ان انا اوريها لكم المقاسات الحلل بتاعته 18 22 24 28، تمام. ودي مقاس اللبانة والوك والصينية 16 اللي هي اللبانة، و26 اللي هي الغويطة اللي هي الوك، والصينية 26 برضو. مقاساتهم كلها تقريبا كويسة. الحالة المقاسات جايبين لك صغير وسط وكبير، ومقاسات الصينية والوك مقاساتهم متوسطة ولا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي، واللبانة طبعا يعني الحجم المعتاد اللي احنا متعودين عليه. نبدأ نستعرض معاكم اكلنا كده حلة حلة. امسك بعد اذنك الحلة دي ما نشوفها. حلة زي ما انتم شايفين ايديها نازلة بايد شكل جديد، واخدة ايد اكريليك مش بلاستيك، الايد اكريليك، واخدة كده لون عشان يمشي مع لون الحلة. والحلة اهي لما حكوا شايفين ان الرسمة اهي. دي من الداخل لما حكوا شايفين جرانيت، ده سيراميك من برا وجرانيت من جوه، يعني جايبين لك اتنين في واحد، سيراميك في جرانيت، يعني حاجة لسه جديدة. طول عمرنا بنسمع عن السيراميك بس والجرانيت بس والجرانيت بس، لا ده سيراميك من بره وجرانيت من جوه عشان يرضي الطرفين، اللي عايز سيراميك هياخده واللي عايز جرانيت هياخده برضو. اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، والله العظيم رسوماته كلها احلى من بعض، يعني انا بعت الاتنين وده التأخير اللي فضل عندي. وده الختم بتاعه برضو ميدين تركيا. دي اصغر حلة فيه اللي هي 18 سنتي، ساعة الحلة 1.8 لتر. ودي طبعا التلات مقاسات التانيين من الحلل. اتفضل كده خد الحلة. ودي اللبانة بتاعتها اهو، شايفين الجمال، حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني تحفة بجد. افتح لنا كده خد اللبانة من جوه. هات لنا كده خد سعره في العرض بعد اذنك كام؟ نشوف بس الاسعار، عشان انا كنت كاتب الاسعار بتاعت العرض في ورقه عشان ما انساهاش، عشان طبعا الاسعار ديت غير الاسعار المعتاده اللي احنا بنبيع بيها. بس هو بنشوف السعر اهو، نكون احنا كملنا فرجه على الطقم الجميل ده. ده الحله هتلاقي يا خالد مكتوب عندك الطقم ده في العرض ب 2000 2000 وكام 2600 جنيه في العرض. والمقلاية ديت هي انا مش عارف هي مقلاية ولا حلة، بس هي ماشية ماشية كل حاجة. هات لنا برضه الصينية يا خالد بعد اذنك. على مهلك على مهلك. ودي الصينية اهي، قلنا مقاس 26. طبعا الصينية ارتفاعها عالي. وهات لنا خالد اما نشوف الساعة بتاعتها كام لتر، عشان برضه بيبقى في ناس عايزة تعرف النقطة دي. اهي 3.8. استنى اما نصورها عشان الناس تشوفها. الصينية مقاس 26، ساعة 3.2 لتر. السعر بتاعه في العرض ب 2600 جنيه فقط. أم كريم بنفسها ردت عليكم في أسعار العرض أهي. حط لنا خالد بقى اللبانة وكل حاجة زي ما كانت. احنا كده خلصنا السيراميك اللي قلبه جرانيت، خلينا بقى نخش على الصاج اللي قلبه جرانيت. هات لنا بقى المربع وبعد كده نخش على المدور. ده الصاج اللي قلبه جرانيت، ده التكوين الكبير يا جماعه، بينزل منه تكوينات كتير جدا جدا جدا. احنا جايبين لكم احسن تكوين والتكوين الكامل. احنا جايبين تكوين عباره عن 3 حله وصينيه بغطا ومقلايه وبراد، يعني طقم شامل كل حاجه. دي مثلا حله منه اهي، شايفين يا جماعه، وبينزل على فكره منه الوان، يعني ده الموف وفي منه الوان تانيه، بس طبعا زي ما انتم عارفين انا ما عادش عندي حاليا غير اللون ده فقط، بس انا حبيت ان انا استعرضه لكم برده معانا. اهي رسمه العجله، رسمه برده رقيقه واللون برده رقيق جدا جدا. افتح لنا كده خد الحله من جوه، شايفين اللون الجرانيت، الصاج اللي قلبه جرانيت جاي اللون بتاعه من جوه نفس لون الورده بتاعته من بره، يعني كان موجود منه الروز من بره وروز من جوه، تقريبا لبني
من بره ومن جوه اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو. دي كده حلة ودي البراد اهو. طبعا البراد زي ما انتوا عارفين مفيش براد صاج بيجي قلبه جرانيت، هو البراد معروف الصاج بيبقى قلبه صاج. ودي المقلاية زي ما حضراتكم شايفين مقلاية عميقة، يعني ديت لو حطيت عليها غطا حلة مثلا هتبقى يعتبر برضو حلة وتتحط في الفوق، ممكن الإيد دي تتفك، الإيد دي بتبقى طبعا بتبقى بمسمار وممكن تمشي صينية، يعني يبقى عندك في الطقم صينيتين. دي كده المقلاية هنا كده الصينية بعد إذنك اللي بغطا خالد وريها لهم. الصينية اهي يا جماعة. ايوه خالد ايوه الصينية زي ما انتوا شايفين صينية بغطا اهو، شايفين الارتفاع ارتفاعها عالي برضو ماشي. والساعة بتاعتها برضو دي مقاس كام؟ 28 مقاسها كبير والله حلوة. مقاس 28 الساعة بتاعتها 3 لتر و50، 3 لتر و50. يبقى كده استعرضنا خالد الطقم عبارة قلنا عن تلاتة حلة ومقلاية اهي والصينية اللي في ايدك والبراد. يبقى كده تلاتة حلة ومقلاية وصينية بغطا وبراد، وكل ده في سعر العرض بألف وأربعمية وخمسين جنيه بس. كل ده أسعار عرض. عايز تروح خالد؟ مش هنروح النهاردة، نخش على المدور. ماشي كده بقى لسه معانا الصاج اللي قلبه جرانيت برضه بس المدور. احنا جايبين المدور وجايبين المربع عشان احنا كل جديد عندنا هنا الحمد لله في معرضنا، مفيش حاجه جديده غير لما لازم نكون جايبينها. والاهم من ان احنا نكون جايبين الجديد ان احنا بنكون شايفين الاول خامته تناسب ان احنا نجيبه للعملاء بتوعنا ولا لا. احنا برضو مش اي حاجه بندخلها معرضنا، لا احنا بنجيب الحاجه شكلها شيك والخامتها كويسه ودي الاهم، وبرضو باسعار عروض. تعالى خد بعد اذنك الطقم ده عباره عن خمسة حله، وطبعا خمسة حله دي ما بتنزلش في اي طقم اصلا. طقم عبارة عن خمسة حلة ومقلاية وبراد وطقم توزيع، طقم برضو كامل مش مجرد خمس حلل وفقط، لا ده خمس حلل براد براد طقم توزيع برضو انا استعرض لكم. ودايما اصلا اللي بيبقى في الاسواق التفال اللي هو الصاج اللي قلبه تفال، لا ده بقى صاج قلبه جرانيت اهو زي ما حضراتكم شايفين. لونه مبهج، لونه مبهج ورائع جدا بصراحة، شايفين يا جماعة الحلاوة. دي يعتبر اصغر حله فيه اللي انتوا شايفينها، دي يعتبر مقاس صغيره اصلا، دي اصغر حله فيه. يعني شايفين بقى بقيه الحلل، بقيه الحلل بسم الله ما شاء الله عليها يعني جامبو. يعني بص اطبخوا بقى انتوا بس على قد ما تقدروا وبدوقونا بقى اهم حاجه عشان الواحد والله العظيم جاع. دي اصغر حله مقاس كام؟ 18. دي اصغر، لا دي مقاس 16. ما هو يعتبر خلال جميع المقاسات موجوده، لما يكون معاك خمس حلل هيجيبوا لك جميع المقاسات. دي 16 اهي ساعه 2 لتر. خمس حلل براد، ده البراد اهو. البراد هيبقى صاج من جوه. اه هي البرادات هتبقى صاج. وبرده الرسمه بتاعته شكلها مبهج، يعني لما يتحط كده على النار على البوتاجاز كده ينور كده على البوتاجاز. وهات لنا المقلية يا خالد بعد اذنك. شوف لنا يا خالد ده سعره كده كام في العرض بعد اذنك؟ 1200 بس. 1200 اه دي المقلية اهي. المقلية على فكرة يا جماعة حجمها كبير مش صغير زي ما حضراتكم شايفين. مقاس كام دي؟ مقلايه مقاس 24 بساعه 2 لتر. طبعا انت زي ما انتوا عارفين الشغل بتاعنا كله تركي، شغل نظيف. وده احنا قلنا سعره في العرض 1200 جنيه بس. ده الطقم التوزيعه خمسه حله مقلايه براد طقم توزيع ب 1200 جنيه بس. احنا الحمد لله اسعارنا كلها تحدي وعروض والحمد لله. يعني احنا كده خلصنا خد الصاج اللي قلبه جرانيت، نخش بقى على السيراميك وبعد كده نخش على الجرانيت والاستانلس. اوعى تزهقوا مننا وتسيبونا، ده احنا لسه كمان عرض النيو فلام الاحسن من ده كمان لسه نعمله لكم الوقت، الناس كلها برضو ايه هتتهبل عليه. وكل شغلنا الحمد لله نيو فلام وارد السعوديه، مش موجود عند حد في دمياط غير عندنا، احنا الوكيل الحصري لشغل النيو فلام المضلع في دمياط.
ده خالد طقم السيراميك موديل نيو فلام. خدوا بالكم من كلمة موديل نيو فلام، يعني مش نيو فلام، الموديل نيو فلام، شبيه للنيو فلام، شبه النيو فلام في كل حاجة. والصناعة برضو بتاعته تقريبا كوري، كوري، لا تركي، تركي سوري. موديل كوري بس مش موديل نيو فلام، بس مش نيو فلام. والطقم خامته فوق الممتاز، دي اصغر وميزه الطقم ده ان مقاسات الحلل بتاعته مرتفعه جدا جدا جدا. يعني شايفين الحله الكبيره عامله ازاي؟ بطه دي انا مش عارف ده حله ولا ده بانيو ده ولا المهم انها حله سمكه. شوف انا هحط لكم ايدي هنا عشان برضو تشوفوا، شبر حله ارتفاعها شبر. طقم عباره عن ايه يا خالد؟ ده حله 2 3 حلل وصينيه ومقلايه وطقم توزيع. اربع حلل وصينيه ومقلايه وطقم توزيع، حلو قوي. دي المقلايه اهي، مقاسها كام المقلايه دي؟ مقلايه 26 بسعه 2.6 لتر. تركي الصينيه بقى وطقم زي ما حضراتكم شايفين، وطقم السيراميك تركي موديل كوري، موديل كوري نيو فلام، موديل محدش يركز على عشان محدش يفكر ان ده نيو فلام، ده موديل نيو فلام. بس احنا لما لقيناه مقاسات الحلل بتاعته كبيره وخامته نظيفه حبينا نجيبه. ان احنا في ناس كتير كانت بتقعد تقول احنا عايزين طقم مقاسات الحلل بتاعتها كبيره ومرتفعه، انما احنا جايبين لكم اكبر ارتفاع حله تقريبا يعني لحد الان. وحتى الصينيه بتاعته برضو ارتفاعها اهي شايفين؟ ده ارتفاع، ده ارتفاع صينيه مش ارتفاع حله عشان تكون عندكم يعني. انتوا شايفينها ديت دي صينيه، شايفينها قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه الصينيه ديت وتقيله، الشغل تقيل اهي. مقاسها كام دي؟ مقاس 26 بسعه 3.5 لتر. قلنا عباره عن اربع حله وصينيه ومقلايه وطقم التوزيع اللي حضراتكم شايفينه. طقم التوزيع برضو نازل جديد كده بشكل ايه جدا. احنا قلنا الطقم ده بكام في العرض يا خالد؟ شوف لنا كده سعره بعد اذنك. الطقم ده يا جماعه سعره في العرض 2350 جنيه بس. طقم عباره عن اربع حله وصينيه ومقلايه وطقم توزيع 2350 جنيه في العرض فقط. وخلي بالكوا يا جماعه ان العروض ديت انت وحظك يعني، هتلحق يا ما تلحقش، والكميه مش كبيره يعني. لسه عندنا ايه تاني سيراميك عندنا؟ ايوه السيراميك الروز الايطالي، ايطالي الاصلي بمعنى الكلمه، عشان طبعا الايطالي زي ما انتم عارفين الايام اللي فاتت ديت نزل منه تقليد كتير جدا، بس احنا الحمد لله عندنا الايطالي الاصلي السيراميك والجرانيت، وهنستعرضه لكم برضو. والطقم السيراميك الايطالي الاصلي اللي موجود عندنا عباره عن اربع حله ومقلايه، عامل زي النيو فلام والحاجات الماركات العاليه، هو زيه بالظبط. بس طبعا احنا الفتره اللي فاتت ديت يعني شفنا تقليدات كتير جدا. احنا هنقول لكم الشركه العالميه الايطاليه في الشغل النيو في الشغل سوري السيراميك والجرانيت الاثنين نفس المصنع اهو. اهو شايفين الاسم ده يا جماعه؟ يعني لما تيجي تشتروا ايطالي ده الاسم الايطالي الاصلي، اسم المصنع في الايطالي الاصلي، عشان ما حدش يضحك عليكم واي حد يقول لك ايطالي تصدقيه وخلاص. ده الاسم المصنع اهو. طبعا حضراتكم شايفين اهو، ودي الحله اهي. السيراميك في قمه الروعه بصراحه، اللون بتاعه من الالوان المقربه الى قلبي بصراحه، اللون الروز. وده الختم بتاعه اهو. ميد ان ايطالي. حط لنا الغطاء كده بعد اذنك خالد عشان نشوف الغطاء. ده غطاء كمان نازل بغطاء بايركس، واخدين من عليه حافه ستيل. الحافه ديت في ناس كتير ما بتبقاش عارفه ميزتها. الحافه ديت مع جماعه معموله عشان لو الغطاء لا قدر الله وقع منك يقع على الاستلس ما يتكسرش، ما يحصلوش اي حاجه. وفي نفس الوقت عاملين لك الفتحه هنا اهي عشان البخار. تمام، يعني الطعم بسم الله ما شاء الله طعم نازل كامل من مجاميعه، مش ناسين فيه اي حاجة ممكن يطلعوا فيها غلطة بصراحة. ودي المقلاية بتاعته. نقولنا خد الطقم ده في العرض بكام؟ 1950 جنيه بس في العرض. طقم اربعة حلة ومقلاية ايطالي اصلي ب 1950 جنيه بس في العرض. والمقلاية اهي، بس انا بدور لكم على المقاس بتاعها بصراحة. مقاسها مش مكتوب ولا ايه؟
هات. مش مكتوب في الظهر؟ المقاس تقريبا هتبقى 24. المقاس ده هيبقى 24. قلنا الطقم ب 1950 جنيه في العرض. في طقم سيراميك تاني كنت سايبه لكم للاخر، ودي بقى الطقم السيراميك فعلا التقيل واللي لسه نازل جديد، ماركه نيو فلام. افتحوا لنا بقى خادم الكرتونه نستعرضه للناس واحنا بنفتحه من الكرتونه. الكرتونه بتاعته اهي نيو فلام، طبعا الكرتونه المعروفه والاصليه بتاعته، وبرده وارد السعوديه. شغل النيو فلام الوارد السعودي محدش الحمد لله بيجيبه في دمياط غير الحمد غير احنا معرض كريم للأوتيت المنزلية، هو الوكيل الحصري للشغل النيو فلام في دمياط. سيراميك جرانيت، احنا النيو فلام بتاعنا والحمد لله. على مالك يا خالد، على مالك. وده على فكرة يا جماعة لسه اول مرة ينزل السيراميك، المنظر اللي انتوا هتشوفوه ده لسه اول مره ينزل في النيو فلام. الشركه الحمد لله اول ما نزل، احنا طبعا عشان معروفين في الشغل الادوات اللي في الشغل النيو فلام، وعشان احنا طبعا الوكيل الوحيد بتاعه في اي شغل بينزل جديد في النيو فلام، احنا بيبقى اول الناس اللي ممكن ينزل لنا الشغل، عشان طبعا احنا الوكلاء واحنا الدعايه بتاعه الشركه، فاحنا بيبقى اول ناس ينزل لنا الشغل، والحمد لله تقريبا ما فيش حد بينزل لنا في دمياط الشغل ده غيرنا، واحنا الموزعين المعتمدين الحمد لله. دي حلة اهي يا جماعة زي ما انتوا شايفين، سيراميك نيو فلام. انا كان بقالي فترة كبيرة ما اشتغلتش في السيراميك النيو فلام بصراحة، بس الطقم ده لما لقيته جايلي انا حبيت السيراميك تاني بأمانة. منظر الحلة لوحده يحببك اصلا في الطقم ذات نفسه. شايفين الطقم وشيكته؟ حاجة تانية ده. والمقاسات الحلة الحلوة وارتفاع كويس، حتى كل حاجة في الطقم المرة دي نازلة بتعديل. يعني احنا كنا متعودين دايما على شكل معين في النيو فلام، لا النيو فلام حبت انها تعمل لقطة حلوة في الطقم عشان تميز نفسها وتقول للناس كلها انا ايه ما بيروحش عليا وانا دايما انا بتاع ايه الجديد. لا ده شوفوا بقى ده كل حاجة لاعبين فيها. عندك الايد زي ما حضراتكم شايفين عاملينها، مانيش انا بصراحة لسه مانيش عارف الايد دي خامتها ايه بأمانة، يعني هي دي جلد ولا ايه مانيش عارف. المهم انها ايد شكلها شيك وخامتها كويسة جدا وعازلة للحرارة، ودي اهم حاجة وما تتأثرش. ودي الغطا بتاعها زي ما حضراتكم شايفين، المقبض برضو الحتة دي جلد مختوم فيها نيو فلام زي ما حضراتكم شايفين، غطا بايركس بسير كده ذهبي وحاجة في قمة الروعة بأمانة يعني. ودي طبعا فتحة البخار زي ما حضراتكم شايفين، ودي الحلة من الداخل. سيراميك لونه اسود من جوه، سيراميك من بره ومن جوه لونه اسود، تحس ان هو شبه التفال. يعني انا لما جالي الطقم كنت فاكره تفال بصراحه، بس لما طبعا جالي الشخص، يعني الشخص اللي بيبقى الناس اللي بتبعت لنا الشغل من المصانع والكلام ده، بيشرحوا لنا طبعا المنتج بتفصيله، عشان طبعا ان انا ايه اقدر اشرحه لكم زي ما هو ايه مفهمني بالظبط وكل حاجه مشرحها لي. الطقم ده سيراميك مش تفال، نيو فلام زي ما حضراتكم شايفين. وده الختم بتاعهم، الختم النيو فلام الاصلي. انا بحاول ابينه لكم على قد ما اقدر. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. وخلي بالكم يا جماعه عشان النيو فلام برضو اتقلد، وفي حته برضو عايز اعرفها لكم في التقليد، ممكن يكون في كتير منكم ما يعرفهاش. النيو فلام يعني الاو دي في التقليد بتبقى يو، نيو فلام في التقليد بتبقى يو مش او. دي برضو حركه في التقليد معمولة ما حدش بياخد باله منها كتير، بس احنا عشان الحمد لله يعني عندنا الشغل الاصلي، فزي ما حضراتكم عارفين احنا برضو بنفهم الزبون الاصلي من التقليد، عشان النهاردة يعني ربنا ما يوري حد يا رب ان في محلات كتير الوقت بقت بتقلد وبقت بتغش، واحنا الحمد لله حبينا نعرف عشان مش عايزين نخلي حد ممكن يتغش. احنا الحمد لله ما بنرضعوش على نفسنا ما بنرضعوش على غيرنا. وميديان ان كوري الحله اهي، احط لنا كده الغطاء عليها خالد بعد اذنك. الوانه ايه؟ لا هو الطقم ده نزل لون واحد وما نزلش غير طقم واحد بصراحه. المصنع لسه اول من ينتج طقم للتجربه، وطبعا الطقم ده جالنا هنا للتجربه، عشان طبعا زي ما احنا لسه قايلين من شويه احنا الوكلاء الوحيدون في دمياط للنيو فلام، فجاب لنا الطقم للتجربه وللدعايه، ولسه بقيه الاطقم باذن الله بتتصنع
وان شاء الله في فتره قصيره فتره قصيره يعني هيكون عندنا كميه منه. هو حاليا ما فيش غير طقم واحد. الطقم اصلا عباره عن ايه لسه ما اعرفش. الطقم عباره عن ايه خالص؟ ثلاثة حله ومقلاه وجريل صح؟ ايوه. اه ده الجريل اهو زي ما حضراتكم شايفين. دي برضو الايد بتاعته اللي انا لسه قلت لكم من شويه، انا مش عارف دي ايه، دي نوعها ايه تقريبا، دي جلد تقريبا. وبرضو مختومه نيوفلام. انا بوريكم الخيط. والنيوفلام الاصل بيبقى مختوم الختم على الايد على فكره، زي ما حضراتكم شايفين. ولسه قايل لكم برضو الاو ديت في التقليد بتبقى يو، خلي بالكم يا جماعه عشان النيوفلام يتقلد منه كتير جدا. دي الجريل. وبعدين بقى خد المقلايه بعد اذنك. دي المقلايه اهي ومقاساته حلوه. يعني المحله اللي معاك ده خالد الوسط والوسط صح؟ ارتفاعها حلو. يعني الحله اللي معاك دي الوسط وارتفاعها حلو. ده لسه في كمان واحده اصغر واحده اكبر. يعني الطقم ثلاث حلل، جايب لك واحده صغيره وواحده وسط وواحده كبيره. يعني في اي استخدام الطقم شغال معاك، مش هيقول لا. ودي المقلايه برضو مقاسها كويس جدا. وبرضو الختم زي ما حضراتكم شايفين اهو. الطقم ده لسه ما نزلش مصر كلها تما الحمد لله. عندنا احنا في معرض كريم لقطه المنزليه وبس، ودايما عندنا هتلاقوا كل حاجه جديده وكل الشغل النظيف. الطقم ده نازل معانا يا جماعه سعره في العرض، هو طقم واحد زي ما قلت لكم من شويه، ولسه الكميه بتاعته لسه ما نزلتش. لسه يا دوبك المصنع كان عاطلنا طقم للدعايه والاعلان والتجربه. الطقم ده عامل 2800 جنيه في العرض فقط. 2800 جنيه في العرض فقط. نيو فلام اصلي ثلاثة حله ومقلايه وجريل، طقم واحد فقط يعني لصاحب النصيب. وربنا يا رب يبارك في اللي هياخده ان شاء الله. نبدا كده، احنا كده خلصنا السيراميك يا خالد، نخش على الجرانيت برضو الايطالي بتاع الشركه اللي احنا كنا لسه بنقول عليها الوقت بتاع الشركه بتاع الروز. لسه هنعمل لكم بقى عرض على الجرانيت، هو ليه ثلاث الوان نفس الشركه بالظبط ونفس المصنع. ولسه قايل لكم الوقت العلامه الايطاليه الاصلي، وهعرفها لكم تاني في الجرانيت. هي هي بتاعت السيراميك بالظبط. الطقم ده عباره عن ثلاث طقم نازل منه ثلاث الوان، وعاملين عليه عرض على سعر الطقم. ولو خدت اثنين بيبقى في عرض تاني كمان، يعني مش مجرد عرض واحد، لا ده احنا عاملين عرضين في طقم واحد. يعني الطقم ده زي ما حضراتكم شايفين اربع حله ومقلايه. الطقم اللون الاسود انا بصراحه بحبه جدا جدا، يعني لسبب، يعني زي ما حضراتكم شايفين حله من بره لونها اسود ومن جوه ذهب. قمه الروعه في يعني اللقطه ديت المصنع عملها بصراحه تحفه جدا 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 يعني بامانه. عشان كده انا حابب اللون ده بصراحه، لما يكون اسود من بره ومن جوه نحاسي، ده في قمه الروعه. الطقم ده عباره عن اربع حله ومقلايه، واوريكم برضو الاسم والختم بتاع المصنع اهو. اظن واضح ده نفس الاسم والختم اللي انا بوريه لكم على السيراميك. ده الايطالي الاصلي يا جماعه عشان ما حدش يضحك عليكم، ده الايطالي الاصلي اهو. ودي المقلايه بتاعته تمام. قلنا الطقم عباره عن اربع حله ومقلايه، ونازل منه ثلاث الوان، اللون الاسود في ذهبي، واللون الرمادي ومن جوه اسود، واللون النبيتي ومن جوه اسود برضو. الطقم ده احنا عاملين عليه عرض الطقم الواحد ب 3000 جنيه، ولو خدت طقمين هنعمل عليهم تخفيض 300 جنيه. يعني احنا عاملين تخفيض على سعر الطقم اصلا، ولو خدت طقمين هنعمل لك كمان تخفيض اكتر. احنا قلنا كام؟ الطقم الواحد 3000 جنيه، طقمين هنعمل عليهم عرض خصم 300 جنيه. احسبوها انتوا بقى عشان انا بصراحه ما حسبتهاش. الاستاذه حنان انت بتسالي عندكم السفلون الاصلي الطقم كامل؟ احنا عندنا السفلون الفرداني اللي هو التفال، التفال الاصلي بيبقى فرداني. لو عايزه الطقم اللي هو السفلون الجرانيت عندنا الاصلي التفال، عندنا الاصلي سوري الفرداني، وعندنا الطقم. الحمد لله كل حاجه متوفره عندنا سواء كده او كده، بس السفلون التفال الاصلي فرداني، ده اللي بنصحك بيه تمام كده. يبقى احنا عملنا الجرانيت الايطالي، في لسه عندنا ايه؟ جرانيت السفلون. جرانيت السفلون كده خدت لنا احنا طبعا هنعرض منها بس عينه كده ايه عشان نوريها لكم. بس دي كده مقلايه منه. هو طبعا السفلون غني عن التعريف برضو، يعني ناس كتير قوي عارفاه. هو السمك بتاعه زي ما حضراتكم شايفين حاجه يعني ولا كلمه. وبرضو هوريكم الختم بتاعه. الختم اهو، بس انا مش باين قوي اهو يا جماعه، باين لكم اهو.
السفلون اصلي يعني المقلاه ديت مقاسها 20 ومدين تركيا ساعتها 1/10 و35 يعني حاجة فوق ممتاز بصراحة. اهو الستيكر العلامة المائية بتاعته ودي الصينية والصينية بتاعته برضو عميقة جدا جدا وبرضو دي الحلة دي لون بني. احنا عندنا طبعا منه الالوان بتاعته عندنا الاسود وعندنا البني اللون اللي بيعجبك احنا بنجيبهولك ده الحمد لله في معرض كريمي هو الاصلي والاحسن من اي طقم تاني واستعرضناه في اول اللايف. لو رجعت في اول اللايف كده هتشوفي واحنا بنستعرضه. دي الحلة تمام ودي المقلاية وعندنا هنا في معرض كريم الوحيد اللي عنده السفلون الفرداني انما الطقم انت ممكن كده كده تلاقيه عند ناس تانية. طبعا احنا مش هنذكر بقى اسعار عشان طبعا عندنا منافسين كتير ما بنحبش احنا نعرفهم اسعارنا عشان ايه ما حدش يعرف حاجة. الاسعار السفلون يا جماعة والنيو فلام اللي انا لسه هوريه لكم الجرانيت اسعاره هتبقى في المعرض فقط بس عندنا الحمد لله الجرانيت السفلون طقم وفرداني اللي احنا كنا بنستعرضه لكم ده فرداني وفي شبهه بالظبط طقم. هتلاقينا كده خد اللبلبه ده اللي هي مفتوحه برضو شوفوها معانا اللبانه زي ما انتم شايفينها اهي وسمكها برضو شايفين السمك وكده افتح التجلوب كده خد لما نفرجهم عليه. دي طبعا يا جماعه هي الورقه بتاعتهم بتاعت السفلون وده دي هي التجربة بتاع المصنع زي ما حضراتكم شايفين ده اللي احنا كنا لسه بنستعرضه لكم دلوقتي وده طبعا كل البيانات ال كل البيانات وكل حاجه في ال سوري في التجلوج تمام. ده كان الجرانيت السفلون المربع. في عندنا على فكره كمان يا جماعه مش مربع بس لا ده احنا عندنا كمان مدور. هاتلنا كده يا خالد بعد اذنك حله من المدور الجرانيت السفلون ولو في حاجه يا خالد احنا بننساها كده. احنا عندنا الحمد لله الاطقم كتير بس الواحد دماغه بس النهارده مشغوله شويه فاحنا لو نسينا حاجه اعذرونا يا ريت. مش قصدي على السفلون الجرانيت التاني الساده اللي قصدك الساده اللي هو التفال التفال الاحسن والاصلي الفرداني. واستنصح بحضرتك لو عايزه تجيبي التفال سفلون يبقى فرداني ما تجيبيش طقم عشان الطقم هتتغش فيه ومش هيبقى اصلي. انا عن نفسي هنا ما بشتغلش غير في الفرداني الاصلي. على مهلك على مهلك. دي الحلة اهي ده برضو السفلون بس المدور. احنا عندنا هنا مدور وعندنا مربع عندنا كل ما تشتاق ليه هتلاقيه عندنا الحمد لله في معرض كريم اهو. دي الحلة المدورة وعلى فكرة يا جماعة احنا عندنا منها ايه طقم وفرداني يعني مربع موجود طقم وفرداني مدور موجود طقم وفرداني يعني كل ما بص كل ما يخطر في بالك موجود. اشتغلنا كده الغطاء يا خالد بعد اذنك. عايزه تشوف الفردان اللي كل حله بكرتونه لوحده سعره كام. احنا عملنا طلعنا حله في اول اللايف تبع اول اللايف هتلاقي في حله احنا مصورينها لوحدها وقايلين الاصلي تعرفي ازاي والتقليد ازاي. ولو حضرتك عايزه تعرفي الاسعار بتتواصلي معانا على الارقام وعلى الواتساب احنا سايبين الرقمين على اول لايف من فوق خالص. هنقول لك المقاسات كلها كل مقاس بكام وكل حاجه بالليسته طبعا بالليسته مصنع تتواصلي معانا على الواتس واحنا هنقول لك كل اللي احنا عايزينه. وبالنسبه للي انت عايزه تشوفيه احنا عاملين في التفال في اول اللايف خالص تبع اول اللايف وانت ايه هتشوفي التفال السفلون كده. خالد احنا عملنا جرانيت لسه في طعم جرانيت كمان اهو افتح لنا كده ده كمان انا كنت هنساه. وطبعا هنسيب لكم نيو فلام للاخر عشان نيو فلام انا مش هعمله في اللايف ده. انا نيو فلام ده انا هعمل لكم لايف لوحده. النيو فلام ده بقى ايه هعمل لكم فرضان وطقم وكمالياته وكل حاجه هوريها لكم عشان برضو ايه يعني النيو فلام ليه قيمته برضو ما ينفعش ان هو يتقارن بالناس دي. ده الطقم اهو يا جماعه مقاساته. هو الطقم عباره عن ايه يا خالد؟ اربع حله ومقلايه وجريل وايه؟ ده اربع حله ومقلايه لا مش اربع هو ده كريم اربع حله وصينيه بغطا ومقلايه وجريل. بسم الله الرحمن الرحيم. استنى بص هات الصوره اللي هلاقيها بتاعت الرز عشان الاسود ما يبقاش باين قوي اهي رحمكم الله. لا هو مش اربع حله وانما انا كنت فاكره ثلاثه. ده طقم اربع حله زي ما حضراتكم شايفين وصينيه بغطا يعني اربع حله وصينيه بغطا يعني كده قولي يعتبر خمسه وجريل
ومقلاية. طقم كويس جدا يعني ما هوش مقصر معاكم في حاجة. والمقاسات اهي. مقاسات زي ما حضراتكم شايفين اهي. مقاسات الحالة 18 20 24 28 صينية بغطا 28 جريل 28 مقلاية عادية 24 وايه تاني؟ لسه في حاجة تانية انا ما قلتهاش. وبينزل منه الالوان زي ما حضراتكم شايفين اهو، الروز والاحمر والاسود. هنا اللي انا كنت بصوره لكم على الكرتونة من بره الروز، وهوريكم برضو اللون الاسود من على الكرتونة من بره، وهنطقم اللي حاليا المتوفر اللون الروز. اتنين ماسك. حاضر يا باشا. قاعد انت بتابعنا ماشي. حاضر يا باشا. اهو افتح لنا كده اكله يا خالد بعد اذنك. الاول رسم اللون الاسود نستعرضه لهم. ده اللون، ده اللون النبيتي اهو. اهو ده اللون النبيتي زي ما حضراتكم شايفين. هات لنا بقى خالد الجنب التاني الاسود عشان نبقى نستعرضنا لهم كده التلات الوان اللي على الكرتونه. اهو تلات الوان، الاسود والروز والنبيتي اللي حضراتكم شايفينه. وده الروز اهو. الطقم الحالي المتوفر الروز، اكتر لون يعتبر بيتطلب معايا. افتحوا كده يا خالد بعد اذنك. افتحنا كده قطعه منه نشوفها. افتح لنا مقلايه وحله ولا حاجه عشان انا اصلا تليفوني قرب يفصل شحن. ممكن تفتح لها مقلايه جريل، المهم ان تفتح لها حاجه منها يعني ايه نفرجها لهم. على مهلا هات لي كده الحله وايده منه فيه على فكره يا جماعه. الطعم ده طعم جرانيت تركي موديل نيوفلام، برضو موديل نيوفلام مش نيوفلام. انا لسه هعرفكم نيوفلام، هو شبه نيوفلام بالظبط، وفي ناس ممكن تبقى عليك على سن نيوفلام بس ما هوش نيوفلام. احنا هنا الحمد لله مساله ضمير وثقه. ده موديل نيوفلام اهو زي ما حضراتكم شايفين اهو، وطعم جميل جدا. وده الاستيكر بتاعهم. افتح لك كده خد بعد اذنك الغطا. لا اشوف، لا يا استاذ ما هوش ده نيوفلام، هو شبه النيوفلام بس مش نيوفلام. انتظروا مني شويه كده هعمل لكم لايف بيه لوحده. استنى برضو اما اوريه لك يا استاذ اماني اهو، اوريك بس ايه لقطه سريعه عنه لحد ما اعمل اللايف. النيوفلام اهو لسه انا بقى هعمل لكم لايف تاني بالتفصيل للنيوفلام ده، مجرد كده ايه لقطه سريعه عنه. هاخد نكمل بعد اذنك ال احنا قلنا ده حله منه اهي. ده الختم بتاعها برضو حلة مقاس 20. هات لنا خالد كده بقى مقلايه جريل اي حاجه. شحن القاهره حضرتك تواصل معانا على الارقام الموجوده على اللايف، تواصل معانا على الواتس هنقول لك اسعار الشحن كام واسعار الطعم كام، كل حاجه هنقولها لك في الخاص باذن الله. هات لنا خالد جريل، مش ده جريل؟ طيب هات الصينيه. على مهلك. على مهلك على مهلك. دي الصينية فين غطاها خالد؟ دي صينية يا جماعة وصينية ونازلة بغطا. على مهلك. أيوه إحنا قلنا الطقم عبارة عن أربع حلة وصينية بغطا وجريل ومقلاية. دي إحنا استعرضنا معاكم من شوية حلة ودي الصينية اللي بغطا. هيشتغل كده يا خالد بعد إذنك الغطا. الغطا. هات لي كده بقى خالد الجريل بعد اذنك. وعلى فكره يا جماعه الصينيه عميقه وحلوه جدا يعني، مش ارتفاع مش وحش. هو ده الختم بتاعه. المكان بتاعنا في دمياط باب الحرس مستشفى الجلديه صيدليه الجمهوريه معرض كريم للادوات المنزليه. لو جيت هناك سالت اي حد هيقول لك المعرض اللي احنا الحمد لله معروفين في باب الحرس جدا. وده الجريل اهو. معاكم شايفين. وطبعا الجريل اللي برضو مقاسه تقريبا من 28 اكتر، الجريل بيبقى 28 اهو. وبرضو نبص برضو على الختم بتاعه برضو اهو.
زمان قلت لكم مقاسه 28. لسه في المقلاية، مش مهم المقلاية بقى عشان ما عادش قادر بصراحة اخلي التليفون اصلا ما عادش قادر، هو كمان التليفون بيفصل شحن. احنا قلنا الطعم عبارة عن اربعة حلة وجريل. استنى عشان برضو نوري لهم الصورة واحنا بنتكلم. لا ما انا عارف السعر المفاجأة بتاعه. احنا الحمد لله يعني ايه من غير اصلا عرض، وانا في ثلاثة تحت محطوطين اصلا. المفروض ان هو انا بستنى حد يجي ياخدهم، يعني زبون واحد اخد ثلاثة طقم بسم الله ما شاء الله، اخدهم لبناته. ادي حلة اتنين تلاتة اربعة، وادي الصينية اللي بغطى، وادي الجريل، وادي المقلاية. الطعم ده سعره في العرض يا جماعة 1700 جنيه بس. اربعة حلة، صينية بغطى، جريل، مقلاية، 1750 جنيه فقط في العرض. سوري انا قلت لكم 1750 جنيه بس. 1750 اربعة حلة، صينية بغطى، جريل، مقلاية. كده لسه في ايه تاني كده في الجرانيتات؟ ما عادش على النيو فلام، وزي ما انا قلت لكم النيو فلام مش هعمل لكم لايف بيه غير لوحده، عشان ليه طبعا اصنافه كتير، نازل منه ووك بغطا ووك من غير غطا، ونازل منه حاجات واشكال والوان جميله جدا. وزي ما انا قلت لكم الشغل ده كله وارد السعوديه، جميع تصنيف النيو فلام الحمد لله موجوده عندنا هنا داخل المعرض، وهنعمل لكم بيه لايف ان شاء الله. مش عارف بقى بصراحه هيبقى الوقت ولا لا، عشان لسه هشوف التليفون عشان بيفصل شحن، بس ان شاء الله ربنا يقدرني وممكن اعمل لكم لايف عنه كده سريع، بس افهمه لكم واوريكم منه بعض الحاجات كده. لسه في ايه تاني يا خالد؟ لسه في الاستانلس، نعمله لهم برده بالمره عشان يبقى احنا قلنا لهم على جميع الاطقم الحلل بانواعها، صاج جرانيت، سيراميك، تيتانيوم، صاج قلب جرانيت، كل حاجه هنعرفها لهم برده. احنا عندنا هنا برده الاستانلس عندنا منه انواع كتير جدا، عندنا هنا منه التركي، عندنا منه هنا المختوم الماني موديل الماني، خدوا بالكم من النقطه دي، مختوم الماني وموديل الماني، عشان في ناس بتبيعه على اساس ان هو الماني اصلي. هو طبعا مختوم ارشيا وجرماني وكل حاجه، يعني انت لو شفتيه هتقولي ده الاصلي، بس هو مش الاصلي. واحنا برضو بنعرف الناس عشان برضو الطعم ده ممكن تروح تشتريه من اي محل هتشتريه ب 4000 جنيه وب 5000 جنيه. الطعم طبعا مختوم، هوريكم ختمه دلوقتي. انا قبل ما استعرضه لكم برضو هوري له الختم، يلا والله العظيم لما اوريه لكم اهو. بصين الختمه يا جماعه، الختمه ما فيهوش غلطه تقريبا، يعني ارشيا استل ستيل 18/10 جرماني اهو. ده يا جماعه خلي بالكم انا اوريك الختم برضو اهو عشان اللي يجي يشتري يبقى عارف. ده موديل الماني، موديل ارشيا الماني، يعني مش الالماني الفرزه الاولى، مش الاصلي. الاصل بتاعه ب 4350 جنيه، ده اقل سعر تقريبا انا سمعته الايام دي، عشان طبعا مش متاح حاليا، بس انا طبعا بحاول انا اجيبه لكم، وعشان طبعا انتوا عارفين انا هنا ما بجيبش غير الشغل الاصلي، بس انا جبت ده عشان اعرفكم برضو الاصلي من الفرزه الثانيه. ده موديل الماني، ومش معنى ان هو موديل الماني ان هو وحش، لا هو كويس جدا، بس انا حبيت اعرفكم واعرفكم سعره عشان الناس بتجيب ده بتباعه باسعار معديه 3-4000 جنيه، وانا هفاجئكم اصلا دلوقتي بالسعر بتاعه. هتتصدموا بصراحه على الاسعار اللي انا ايه سمعتها بصراحه بدون ذكر اسماء. انا سمعت اسعار في الطقم ده يمكن بيكسبوا فيه 4-5-6 اضعاف كمان. انا هقول لكم دلوقتي سعره كام اهو. امسك كده خدم، انا استعرض الحله بعد اذنك. مختومه ايه يا جماعه؟ ارشيا من على الحله وكل حاجه. وشايفين الايدين اهي، ايدين كبس جوه الحله على فكره يا جماعه، معيش لحام، لا دي ايه الكبس جوه الحله، وده الغطا بتاعها على رسمه، بس برده مش باين قوي بسبب الاضاءه. بحاول ان انا ابين لكم على قد ما اقدر، بس مش عارف اهو. تخيلوا الطعم ده، الطعم ده خمس حلل بس مبدئيا. تخيلوا الطعم ده بكام يا جماعه؟ ادوا كده سعر الطعم ده ب 1350 جنيه فقط في العرض، خمس حلل طعم ب 1350 جنيه فقط في العرض. الطعم ده يا جماعه الناس بتبيعه، وفي على فكره هنا فتحات عيال البخار، انا برضو نسيت اوريها لكم. الطعم ده الناس بتبيعه، اقل واحد ممكن يبيعه لك هيقول لك ب 2900 جنيه. الطعم ده عشان كل ده عشان خاطر ايه؟ مختوم ارشيا. بس احنا هنا الحمد لله زي ما انا قلت لكم من شويه، احنا هنا بنبقى مساله ثقه وضمير، ويبقى اهم حاجه عندنا ان احنا نعرف الناس كل حاجه. ده طقم تاني بقى تبع شركه سي بي سي زي ما حضراتكم شايفين اهو. الطعم برضو عباره عن خمس حلل، صح يا خالد؟ طعم استلس خمس حلل تركي زي ما حضراتكم شايفين، وده برضو مست برضو الحلل بتاعته ان هي عميقه.
حلة عميقة زي ما حضراتكم شايفين، ارتفاعها عالي، ودي تقريبا يعتبر شايفين الحلة دي كلها تقريبا دي ممكن يكون تاني حلة فيه، يعني في كمان اكبر منه بجدارين مقاس 22 على المقاس ده كله تاني حله، ودي 22 تاني حله بعد الصغيره، اول حله بعد الصغيره على طول قصدي، يعني في كمان اكبر منه 3 حله، يعني شوف المقاس ده لما يكون لسه في كمان بعده 3 حله، تخيلوا انتوا بقى ايه مقاساته الثانيه. وعلى فكره الطقم ده يا جماعه مميز بحاجه، الحله بتاعته المقاس الكبير مقاس 30، مقاس 30 دي ما بتنزلش في الحلل غير فين وفين، ورطقه المميزه بس. وتقريبا على فكره يا جماعه الموديل الالماني برضو مقاس تقريبا 30 برضو، وانا نسيت اقول لكم بس انا افتكرت الوقت. طقمين دول الحله الكبيره بتاعته مقاس 30، اي طقم بتشتريه اكبر حله فيه بتبقى 28، حتى لو تلاحظوا هتلاقي في اللطقم اللي احنا مصورينها من شويه في منها كتير 28، بس انا نسيت ان انا انبهكم للنقطه دي. وفي عندنا ستانلس تاني بقى يا جماعه، طقم ستانلس كامل، الطقم ده برضو نادر جدا، ايده مذهب حاجه كده، يعني ايه لقطه كده بيدي لقطه للطقم، بيدي منظر جميل. الطقم عباره عن 4 حله ولبانه ومصفه واتنين كنكه، يعني لبانه واتنين كنكه، وفي كمان حاجات انا حاططها ورا عشان اصلا الرف يعني مش عارف ان انا احط في الطقم كله بصراحه عشان الطقم كبير، ودي مقلايه غويطه، ودي كسروله، ودي مصفه عشان طبعا تستخدم جوه حله، ممكن تستخدمها يعني تستخدمي في حله ممكن تستخدمها كمقلايه، احنا بنقول عليها سوتيز، بيتحط في المصفى وتقلي فيه. يعني بصوا يا جماعه حاجه فوق ممتازه، وطقم مش ناقصه حاجه، نقول 4 حله لبانه مصفى هي من جوه زي ما حضراتكم شايفين برجلين، استولها خالد سعره خيالي. لا استنى خلينا في السعر دقيقه كمان، وفي كنكتين، كنكه صغيره وكنكه كبيره عشان برضو ما يبقاش حاكمينك بحجمه معين، ومقلايه بايد من الجنب وايد كبيره، وتستخدم صينيه عشان هي غويطه اصلا، وكسروله ومصفى مش ناقصه اي حاجه نهائي. قول لهم انت بقى خالد السعر يا خالد. 2100 جنيه بس. كم؟ 2100 جنيه بس. الطقم ده كله يا جماعه الاستعراض اللي انا وريته لكم ده، الطقم ده ب 2100 جنيه فقط. 4 حله لبانه كسروله مصفى 2 كنكه صينيه مقلايه غويطه وصينيه في نفس الوقت وكسروله ومصفى. كده بقى احنا استعرضنا معاكم الوقت الصاج اللي قلبه جرانيت، والتيفال السفلون والارشيا والتيتانيوم، والسيراميك اللي قلبه جرانيت، والجرانيت والسيراميك فقط، كل ده احنا استعرضناه معاكم. لسه بقى لايف تاني ان شاء الله هعمل لكم في النيو فلام، الاستاذه ايمي متاح نيو فلام اصلي فرداني جرانيت متاح عندنا يا فندم، احنا الحمد لله الوكلاء المعتمدين في دمياط للنيو فلام، عندي النيو فلام الاصلي طقم، وعندي فرداني، وعندي مكوناته من الالف للياء، جميع مقاسات المقالي وجميع مقاسات الحلل والقوارب والصواني، لبان كسرولة سوري عشان اصلا النيو فلام ما فيش منه لبانات، ووك بغطا ومن غير غطا، ووك مقاسين كبير وصغير سواء برضو بغطا او من غير، قوارب 3 مقاسات قوارب، كل ما يخص النيو فلام متاح عندنا الحمد لله، وهعمل لكم بيه لايف لوحده متفصص خالص. وعنواننا طبعا زي ما انتم عارفين في دمياط باب الحرس مستشفى الجلديه سادات الجمهوريه تاني شارع بعد الصيدليه، معرض كريم للأدوات المنزليه، رقم التليفون 010-19-84-2696 او 010-950-3280. اي حد بيبقى عايز يستفسر عن اي حاجه او عايز يعرف اي حاجه بتواصل معانا على الواتساب، واحنا نرد عليكم في كل الاستفسارات والطلبات بتاعتكم برضو هنستناها. الحقوا العروض بتاعتنا قبل ما تخلص، عروض معرض كريم، وفي حاجات كتير جاي منها كميات بسيطه عشان تلحقهم. السلام عليكم.